أحسن الله إليكم الأخ بشير من السودان، يسأل عن الآيات الأولى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها. نعم، السورة واضحة تتحدث عن ما يحصل عند قيام الساعة، أن الأرض تزلزل وتدك وترج وتتقطع كما أخبر الله لذلك. الزلزال معروف هو حركة الأرض واضطراب الأرض بعد أن كانت قرارا ثابتة. وأخرجت الأرض قالها ما فيها من الأموات ومن ما في بطنها من الأموات ومن الكنوز تخرجه يوم القيامة عند قيام الساعة. وقال الإنسان ما لها، الإنسان يسأل في ذاك الوقت وهذا الهول ما هو السبب الذي سبب للأرض هذا الشيء وهذا العجب. قال الله جل وعلا: لأن ربك أوحى لها، هذا هو السبب، أن الله أمرها بهذا وأوحى إليها إلهام وإيحاء تدبير.